باراك لم يخفي ما كان واضحا في موقف الاحتلال منذ البداية. سقوط الأسد يعني توجيه ضربة لإيران وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وبالتالي لمحور الممانعة والمقاومة. ولكن اللافت هو في توقيت موقف باراك مع تشكيل حكومة الوحدة التي يتم تداولها في الوسط الإسرائيلي الإعلامي والسياسي على أنها حكومة حرب. فلماذا جهر باراك في إبراز مصلحة كيانه بسقوط الرئيس الأسد في هذا التوقيت بالذات؟ هل تمهد تصريحات باراك لبداية تنسيق إسرائيلي مع واشنطن والرياض والدوحة وأنقرة؟ ما أهداف وزير الحرب الإسرائيلي من ربط سقوط الرئيس الأسد بضرب النفوذ الإيراني في المنطقة؟ المصلحة الإسرائيلية في إسقاط الرئيس الأسد موضوع حلقة اليوم، نناقشه مع السادة الدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق، مع الترحيب بك. الدكتور ناصر اللحام الخبير بالشؤون الإسرائيلية ورئيس تحرير وكالة معا من بيت لحم، والدكتور دانيال سروير أستاذ الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة هوبكنز من واشنطن، مع الترحيب بك أيضا. نعرض بداية وقبل بدء الحوار أبرز ما قاله يهود باراك بشأن سوريا. يهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي للCNN يقول سقوط نظام بشار الأسد سيكون أمرا إيجابيا ويشكل ضربة قوية لإيران وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي. بشار الأسد وكبار المسؤولين المحيطين به وحدهم يجب أن يرحلوا، وليس هيكليات النظام الأخرى بما في ذلك الجيش، حسب تعبير باراك الذي أضاف نشعر بخيبة أمل لبطء انهيار نظام الأسد الذي انتهى أمره، وعلى الأسرة الدولية تصعيد الضغط على نظامه. ندعو المجتمع الدولي وحلف الناتو والولايات المتحدة إلى لعب دور فعال من أجل تسريع وتيرة الضغوط في سوريا لكي يضطر الأسد إلى الرحيل، وبإمكان تركيا أن تلعب دورا خاصا في ذلك. تل أبيب وواشنطن تتفقان في الرأي مبدئيا على طريقة التعامل مع الملف النووي الإيراني، ويجب عدم إزالة أي خيار عن الطاولة فيما يخص هذه القضية، يقول إيهود باراك. أفيف كوخافي رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقول من واشنطن أكدنا للأمريكيين أن سقوط النظام السوري سيخدم على نحو أفضل المصالح الإسرائيلية. مصير الرئيس الأسد قد حسم، والسؤال هو كم من الوقت تبقى حتى إطاحته، والأمر قد يستغرق بضعة أشهر بحسب كوخافي الذي أضاف نحذر من استمرار تعاظم قوة حزب الله في جنوب لبنان، والدمج بين التوتر الداخلي في لبنان وزعزعة الاستقرار في سوريا يزيد في أخطار التصعيد. إذن هذه أبرز المواقف الإسرائيلية المرتبطة بموضوع سوريا اليوم. وصاحت السماء الله أكبر. Yeah, yeah, yeah.